للحديث أكثر عن دور إيران في زعزعة أمن المنطقة ينضم إلينا الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات عبر الهاتف من صيدا. مرحبا بك أستاذ حسان. يعني بعد أن أجرت طهران مناورات كشفت تورطها بالهجمات التي استهدفت مصافي النفط في السعودية عام 2019، كيف تتوقع تعاطي الدول الكبرى والمجتمع الدولي مع دولة تهدد إمدادات النفط العالمية؟ إيران تشعر كل يوم أنها أصبحت أكثر عزلة وأكثر حصارا نتيجة سياساتها العدوانية والعدائية للعالم العربي وخاصة دول الخليج العربي، وكذلك في تعاملها مع المجتمع الدولي سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. إيران كانت دائما تحاول استخدام أدواتها في المنطقة سواء حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن للقيام بالأعمال التي تطلبها منهم لإبقاء نفسها بعيدة عن أن تكون مدانة بشكل مباشر، والحديث عن أن هذه قوة مستقلة تقوم بالدفاع عن نفسها أو أنها تقوم بالرد على هجمات محددة. لكن الآن أصبحت إيران في زاوية ضيقة جدا، وأصبح الصراع معها مباشرة، وأصبحت تدرك أنها هي المعنية بهذا الصراع وأن أدواتها لم تعد تنفع في المواجهة. العقوبات الأمريكية الآن على الحوثيين وضعت إيران في مواجهة مباشرة، وكذلك حصار حزب الله في لبنان وضعت إيران أيضا في حالة مواجهة مباشرة. المناورات الإيرانية الآن كشفت فعلا قدرات إيران وإمكاناتها التي سبق أن هددت بها وسبق أن قامت باستخدام بعضها في ضرب المملكة العربية السعودية وبعض المنشآت البحرية أو بعض السفن في الخليج العربي أو في البحر الأحمر، وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للعقوبات الدولية وأكثر وضوحا أمام المجتمع الدولي أن هذه الدولة إنما تتعامل مع المجتمع الدولي والعربي بشكل عدواني. واختطاف السفينة الكورية منذ أيام يدل على أن تعامل إيران مع الأزمات الاقتصادية إنما يتم عبر اختطاف وابتزاز وعملية فرض إتاوات على دول مقابل الإفراج عن سفنها، وسبق أن مارست هذا الدور عندما اختطفت سفينة بريطانية سابقا وسفن أخرى. هذه هي السياسة الإيرانية، سياسة عدوانية، سياسة تقوم على الابتزاز واختطاف ورهائن وفرض إتاوات وخوات على المجتمع. طيب أستاذ حسان، البعض يرى أن استعراض طهران للأسلحة المستخدمة في الهجوم على السعودية يراه خطأ ممن يدير المشهد العسكري في إيران، والبعض الآخر يرى أنها رسالة ربما أرادت طهران إرسالها أو إيصالها لما بعد المصالحة الخليجية، كيف تنظر إليها أنت؟ نعم، حالة القلق داخل إيران تربكها وتدفعها إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء. إيران متخوفة جدا من هجمات أمريكية وإسرائيلية في خلال الأيام القليلة الباقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك هي تحاول من خلال هذه المناورات المتكررة والمتلاحقة سواء كانت بطائرات دون طيار أو من خلال إطلاق هذه الكمية الكبيرة من الصواريخ القول أنها قوية وقادرة على الرد وقادرة على أن تواجه أي هجوم عسكري عليها، ولكنها في نفس الوقت كشفت ما لديها من إمكانات وسمحت للولايات المتحدة ولإسرائيل وللدول التي هي على خصومة مع إيران بدراسة إمكاناتها وكيفية مواجهة هذه الترسانة العسكرية. وفي نفس الوقت أيضا كما ذكرت كشفت هذه الطائرات التي تزود بها الحوثيين باستخدامها ضد المملكة العربية السعودية، وسبق أن صدر تقرير من المخابرات الإسرائيلية يقول أن الطائرات التي ضربت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية إنما انطلقت من إيران ومن العراق ومن اليمن في نفس الوقت. إذن هذه الأسلحة إنما تقوم إيران بتزويد أدواتها في المنطقة لاستخدامها تحت الطلب ولتهديد جيرانها وحتى وخصومها ومن تريد أن تدفعه للاستسلام لسياساتها. طبعا هذا القلق الداخلي في إيران والصراع بين الأجنحة الإيرانية، أجنحة تريد المواجهة وإظهار القوة، والجناح السياسي الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، والجناح السياسي الذي يمثله الرئيس روحاني يريد أن يعطي رسالة للمجتمع الدولي أن إيران قوية ولكن لا تريد المواجهة وتريد حلا سلميا لمشاكلها. هذا الصراع انعكس على الداخل الإيراني
أيضا عدم الرد الإيراني على كافة الاستهدافات التي طالت منشآتها النووية في نطعم، كما اغتيال العالم النووي الإيراني وقصف منشآتها في سوريا وتدمير إمكاناتها العسكرية في سوريا دون رد، إنما يجعل صورة إيران مهتزة في الداخل الإيراني وأيضا أمام حلفائها. هذا العجز الإيراني يجعلها ضعيفة في الداخل كما في الخارج. إذا أحاول من خلال هذا المشهد الصاروخي والطائرات بدون طيار تريد أن تقول أنها لا، أنها قوية جدا وأنها قادرة على المواجهة، ولكن لا تريد أن تدخل في أي مواجهة لأنها تدرك أنها سوف تكون خاسرة. الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، نشكرك شكرا جزيلا.